بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي الجمال، تعالوا نقيم اداء الاهلي قدام اوكلاند سيتي امبارح. شناوي، وجودك في الجون معانا امان، بس انت يعني ما كانش في ضغط عليك، او تقريبا ما كانش في فرص لاوكلاند سيتي، فما فيش تقييم ليك غير ان يكون وجودك في الملعب معانا امان. عالي، لعيب عالي قوي، راسي قوي، فاهم قوي، جت لنا في وقت محتاجينك فيه قوي. اثبت كده يا بطل، محتاجينك قوي تاني. لعيب فاهم كورة، لعيب عجوز كورة، عارف انت خبرة سنين كتير قوي عايشة جوه محمود متولي، فبسم الله ما شاء الله، مش عاوزين نحسدك، ثبات على المستوى. معلول، ما كنتش معلول، ولكن كده كده ما حدش يقدر يكلمك. انت معاك حصانة، دي حاجة. الحاجة التانية، كون وجودك في الملعب زيك زي الشناوي كده، انت العمود، انتوا العمدان يا جدعان. اوفرات كتير، بس في اكتر من ميس باص، في باصات غلط. فكابتن علي معلول، اعذرني، تقييمك عندي النهارده 100%. طبعا انتوا مجانين ولا؟ محمد هاني، لعيب مونديالي، لعيب مونديالي بس، يعني فاهم، حطه في كاس العالم واستنى منه بقى ايه الذهب بقى اللي بيطلع من اللعيبه، عارف انت. ولكن احنا مش هنقارن محمد هاني بتاع الدوري بمحمد هاني بتاع المونديال. محمد هاني بتاع المونديال 100%، محمد هاني بتاع الدوري في الفترة الأخيرة 100% برضو. انت برضو مستني مني اقول ايه؟ عم العالم، عم الدنيا، عم القارة، كابتن ديانج، الراجل الدبابة البشرية اللي مش فاهمين الراجل ده ايه. انت يا ابني عايز ايه؟ انت يا ابني جميل ليه يا ابني؟ احنا يا خد حمدي فتحي مع كولر في حاجة اضافة للي احنا متعودين عليه مع حمدي فتحي. حمدي فتحي كده كده جامد ما شاء الله عليه، ولكن كولر زود عنده الحتة الهجومية، فحمدي فتحي بقى بيقدم لقدام، يشوط على الجون، يعمل اسيستات. فبص يلا، بص يلا، تقييمك النهاردة 10 من 10 برضو. خد، طالما انت فايق فالفريق فايق، فيعني تقييمك عندنا النهاردة هو 8 من 10. شحات، مونديالي قوي، لعيب مونديالي قوي. بص يلا والله العظيم بجد، يعني انت ما تلعبش في الدوري المصري ولا تلعب في الدوري الايطالي، انت تلعب في كاس العالم بس، يعني فاهم. احنا هنوظف حسين الشحات، لعيب مونديالي، ووراه محمد هاني، هما الاثنين على نفس الخط. تحس ان الناحيه اليمين دي المونديال بتاع الاهلي هو حسين الشحات ومحمد هاني. وموقف يلا، وموقف يلا، انت يلا، انت في يلا، عايز مننا ايه يعني؟ يعني حرفنا، وفي بتلعب في الاهلي وموجود، دعم من الجمهور موجود، ايه عايز ايه؟ عايز ايه حضرتك؟ يعني انت عاوز ايه علشان تخترق وتبص فتباص تفضي الجون زي ما كابتن واحد كده كان بيعمل الله يرحمه؟ ما تعال كده يلا، عشان بس الفريق فايق وعلشان كسبان، فاحنا هنحلك النهارده. ولكن انت كنت اسوأ واحد في الفريق، مخيف مخيف، انت بقيت مخيف، بقيت بتسجل زي ما احنا متعودين، هتبقى هداف كاس العالم السنه الجايه. عارف انت تو لما بيجيب الجون ويعمل كده، انا بص يعني انا ما بنشكحش اصلا انه جاب جون، انا بنشكح لما بشوفه بيعمل كده. طاهر طبعا بنية جسدية جميلة ما شاء الله عليه، يعني لعيب، لعيب عالمي، لعيب اصلا. بص، هي الكرة دلوقتي بقت معتمدة على البدني اكتر بكتير جدا من اللي احنا كنا بنشوفه في الدوري المصري، او الحرفنه. يعني اللعيب المفيد، اللعيب القوي بدنيا، هو اللعيب الاحرف بكتير من اللعيب الحريف. يعني لو قارنت مثلا طاهر باحمد عبد القادر، هتلاقي ان طاهر احسن 162 مره، رغم ان عبد القادر احرف منه. ولكن الايجابيه فين؟ السرعات فين؟ القوه فين؟ الالتحام فين؟ طبعا طاهر. وبس كده.